بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الأضحية اسم لما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام في يوم النحر أو أيام التشريق بقصد القربة لله سبحانه وتعالى. وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة، هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، و مشروعية الأضحية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وأما السنة فما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. يقول سيدنا أنس: رأيته صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده، يضع قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الأضحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أضحيتنا وأن يرزقنا الثواب والفضل، اللهم آمين.